ريان طي النسيان، نتكلم ريان طي النسيان. انا ما ابي احكم كفه نادي الريان على 12 مباراه. ريان انا عارف مستواه، ترى ريان في المباراه ريان مار في ظروف اليوم بعد صعبه. اللاعب الكوري له وزنه كدفاع، محمد علاء ما يلعب، حسن لعبنا غايبين ست مباريات، غايب عندك المحترف خامس انت كمهاجم. لا تنسى ان يا اخي مخلص القسم الاول الله يرحم والديك بدون لاعب خامس وانت الثاني. ما اختلف معاك، انا اكلمك كمستوى. الريان طول ال 12 مباراه كان يؤدي، حتى لو كان متاخر كانت له رده فعل طبيعيه. السد اللي احنا اليوم اللي شفناه هذا هو السد اللي احنا نعرفه، ما نختلف عليه، لكن نبي السد يستمر، ما نبي يصير نفس الوكره، ما نبي يصير نفس المباراه اللي قبلها مع قطر، ما نبي يصير نفس اللي هزم منها من الريان، ما نبي يصير نفس الدحيل. نبي السد يستمر، لان هذا نعرف احنا مستوى السد كذا. لكن الريان بعد انا ما ابي ابخس حقه، الريان صح اليوم لا طعم ولا لون، لكن الريان انا عارف انه عنده مر عليه ظروف ولا بيضغط عليه، وانا عارف ان الريان بيرجع ان شاء الله على رجعه ان شاء الله اللاعب الكوري واللاعب المحترف، بتغير الاوضاع كثيره.